الرأي في الصلاة على الغائب قل رأي في منع الصلاة على الغائب، لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من الصلاة على الغائب، ممكن صلي في بيتك حتى لو منعوك من المساجد صلي في بيتك. أما هو رجل مسلم يصلى عليه ولا يمنع من الصلاة، لا يمنع الناس من الصلاة عليه.